أخيرا البين كود اللي احنا انتظرناه طويلا وصل بالسلامة. أخيرا وصل البين كود اللي أنا انتظرته كتير جدا جدا جدا، وكنت في تشوق كبير خالص له، ووصلت لدرجة إن أنا تقريبا يأست من وصوله، وكنت هستخدم البطاقة الشخصية في تأكيد العنوان الشخصي بتاعي. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأتمنى إن ربنا يعيد عليكم الأيام بخير وسعادة. جه البن كود بعد أنا تقريبا ما يأست من وصوله، الحمد لله جه النهارده وانا فعلت الايه، لان اللي كانت فيه رساله جايه لي بان دفعاتك معلقه وان كل حاجه عندك معلقه الحين تاكيد الرقم الشخصي بتاع الحساب بتاعك. وهم طبعا بعتوا لي الرقم دوت، يوم ما بعتوه قالوا يوم 15/2 هيوصل خلال شهر او شهر وشويه. لما ما جاش في الميعاد اللي هم قالوا عليه، فانا عملت طلب تاني له فبعتوه يوم 9/3. وطبعا انا يعني سالت عليه كتير جدا، وفي النهايه الحمد لله وصل النهارده بالسلام. ده رقم او شكل الجواب اللي جاي. طبعا الجواب جاي بحروف مفرده من الشمال لليمين زي اللغه الانجليزيه، يعني كاتب الاسم جمال احمد علي ابو مصطفى، وكاتب محافظة الغربية مركز اطور كده، وكاتب كل حاجة موجودة. طبعا الجماعة بتوع البريد على ما يبدو انهم اتعودوا على الجوابات ديت، فبدأوا يقروا الايه بتاع ده ويكتبوا ايه الاسم باللغة العربية سليم ويبعتوه على العنوان اللي هو جاي عليه، وده الرمز البريد بتاع المكان، مكتب البريد بتاعي. المهم ان الحمد لله ان وصل الحاجه النهارده، وانا ايه اكدت حسابي على الادسنس. طبعا ده سعاده كبيره خالص، واتمنى ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بيها. يعني نفتح كده نشوف الجواب ده شكله ايه. طبعا كان بتاع ده كده، ده رقم التعريف الشخصي موجود، 6 ارقام، وجايب لك ازاي احنا نفعل، نحط 6 ارقام دي بحيث ان احنا افعل الحساب بتاعي على الادسنس، رقم التعريف الشخصي البين كود على حساب جوجل ادسنس. جايب الخطوه الاولى ان انا بسجل دخول الى حساب الادسنس وعلى الرابط اللي هو موجود، وبعد كده الخطوه الثانيه بانقل على رمز الترس اللي هو الاعدادات، وبعد كده الخطوه الثالثه في شريط التنقل الايمن، الخطوة الرابعة بدخل رقم التعريف في المكان، وبعد كده بعمل إرسال. مجرد ما بعمل إرسال بيجي لي على طول بحسابك خلاص كده اتعرف، وما عادش عندي مشكلة في الدفعات بتاعتي أو في أي حاجة هتكون على الكلام، لأنهم كانوا قالوا إن بعد 4 شهور من كده بيوقف الإعلانات على الفيديوهات بتاعتك. ولكن الحمد لله ربنا اكرمنا الحمد لله النهارده، واتمنى ان كل المنتظر الجواب ده يجيله، وما تقلقش ان شاء الله يعني هو في الطريق اليك، ولكن بياخد شويه وقت. يعني المشكله بس حتى هو كاتب هنا ايه، مضمون بالداخل مستند، مضمن بالداخل مستند مهم. طبعا ما فيش حد بيقدر يقرا الحقيقه الحاجات دي، هم بيفكروها رموز وكده يعني، الا بعد كده لما جماعه بتوع البريد غلبوا بقى من الحاجات دي كلها، فبداوا ايه يقروا الحاجات، وقدروا الحمد لله انهم ايه يساعدونا في هذا الامر. اتمنى لكم الخير، واتمنى توصل لكم الرسائل بتاعت الادسنس قريب، واشكركم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير.